أسئلتي هذه المرة متابعينا عن مسابقة مختبر الجدران المتساقطة، عن فكرتها، أهم شروط التسجيل فيها، وأيضا أهمية المشاركة الوطنية في هذه المسابقة، وهي إحدى المسابقات العالمية المهمة. معي أخصائية برامج بحثية وابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الأستاذة خديجة بنت عبد الله الحراصي. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا خلود، أهلا وسهلا في هالبرنامج المميز. الله يحفظك أستاذة خديجة. وش عرفينا على مسابقة مختبر الجدران المتساقطة وعطينا شوية فكرة عنها؟ بداية طبعا نشكركم في إذاعة الإف إم على هاي الاستضافة الطيبة للتحدث عن مسابقة مختبر الجدران المتساقطة لعام 2023. بالنسبة للمسابقة، المسابقة تنظم للعام الثامن على التوالي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع مؤسسة الجدران المتساقطة الألمانية. هذه المؤسسة هي مؤسسة غير ربحية هادفة لدعم العلوم. هذا الحدث يعني حدث المسابقة يقام سنويا في العاصمة الألمانية برلين في 7 إلى 8 من نوفمبر، يصادف الذكرى السنوية لسقوط جدار برلين، لذلك المسمى مرتبط بالرمزية هذه، حيث ترمز المسابقة إلى سقوط جدار برلين ودور العلم في إلغاء الحواجز بين الأمم. جميل جميل، يعني الفلسفة اللي منبثقة عنها هذه المسابقة. طيب نعم، حتى في المسمى. جميل. بالنسبة لأهدافها وأهميتها، أهمية المسابقة، المنتدى طبعا على اعتبار أنه هو منتدى عالمي لعرض الأفكار الابتكارية والمشاريع البحثية من مختلف المجالات، يهدف إلى بناء وتعزيز العلاقات بين الباحثين والأكاديميين والمبتكرين. هو فرصة للحصول المشارك على الإلهام والابتكار من خلال الاتقاء بالعقول النيرة من مختلف التخصصات على مستوى العالم، كما أنه هو فرصة أيضا للاتصال المباشر مع هؤلاء العلماء. أيضا يمثل فرصة للسلطنة في أنها تبرز وتعرض كفاءات الجيل الحالي من الباحثين المتميزين في السلطنة، وبالتالي الحصول على الدعم والتوجيه وإشراك أبناء السلطنة في هذه المحافل. نعم جميل. طيب اليوم لما أتكلم عن هذه المسابقة، كيف ممكن تكون آلية المشاركة والتسجيل فيها؟ نعم، بالنسبة للنسخة الحالية، نحن حاليا في النسخة الثامنة من المسابقة. النسخ 7 الماضية والله الحمد أثمرت عن مخرجات متميزة بواقع 14 مشاركة توزعت على الأعوام من 2016 إلى 2022. الفكرة المسابقة تتمثل في أن المشارك يعمل على تقديم فكرة المشروع البحثي أو خطة العمل أو المشروع التجاري أو المبادرة الاجتماعية أو النموذج الابتكاري، المبادرة الريادية، أيا كان، المهم تعرض في خلال 3 دقائق. يسعى من خلالها طبعا إلى إقناع لجنة تحكيم عالية المستوى. يشرح المشارك من خلالها الجدار على أساسه أنه هو المشكلة التي تقف عائقا على أمام المجتمع والإنسانية. ويستعرض من خلالها الحلول العلمية. جميل. اليوم يعني ليش مهم أنه شبابنا وشاباتنا يشاركوا في مثل هذه المسابقات أستاذة خديجة، وتشجعوهم أنت كوزارة؟ أكيد، هو إشراك أبناء السلطنة في المحافل العالمية فرصة لاحتكاكهم واقترانهم، وأيضا أنهم يحتكوا بقرنائهم ويشاركوا نظرائهم من مختلف دول العالم. هي فرصة أيضا أنهم يثروا تجربتهم، هذه تجارب لا تنسى في المنهجية العلمية، في الوقوف على تجارب وأفكار عالمية من شتى أنحاء العالم ومن مستويات مختلفة. يعني بنذكر في ضمن شروط التسجيل أن المستويات حتى مختلفة، فهذا يثري الفكر اللي يمتلك المبتكر أو الباحث. نعم جميل، احنا نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للمشاركين. عطيني بس بشكل سريع المواعيد. نعم، بالنسبة طبعا التسجيل تم فتح باب التسجيل في تاريخ 14 مايو ومستمر إلى تاريخ 12 يونيو إن شاء الله. التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني بالمسابقة. الحصول على رابط التسجيل، من ممكن أي راغب في التسجيل يحصل عليه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأيضا صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والإعلانات المنشورة. يعني بالنسبة للتفاصيل الأخرى، التسجيل مفتوح طبعا لجميع المعنيين من الباحثين والمبتكرين، بشرط أنه يكون من غير الفائزين طبعا مسبقا. أيضا أن لجميع الطلبة مراحل الجامعية المختلفة،
والموظفين في مختلف المجالات رواد الأعمال بشرط أن تكون عندهم هذه الفكرة. أيضا يشترط أن لا يقل عمر المشارك عن 18 عام. في حالة تكون من حملة شهادة البكالوريوس يجب أن لا يكون قد مضى عليها أكثر من 10 سنوات، وفي حالة تكون من حملة شهادة الماجستير يجب أن لا يكون قد مضى عليها أكثر من 7 سنوات، وفي حالة كون من شهادة من حملة شهادة الدكتوراه فيجب أن لا يكون قد مضى عليها أكثر من 5 سنوات. المشاركة طبعا باللغة الإنجليزية كما سبق ذكرنا حتى تاريخ 12 يونيو هو موعد انتهاء التسجيل. عندنا موعد لاحق إن شاء الله لإقامة الفعالية، وهذا من الضروري جدا أن المشارك يكون منتبه لأن بتاريخ 12 سبتمبر إن شاء الله راح يكون تكون فعالية المسابقة في عمان، ثم على أساسها يتم التأهل والانتقال للنهائيات في برلين إن شاء الله في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شكرا أستاذ خديجة، موفقين إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعطيك العافية. شكرا لأخصائية برامج بحثية وابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للأستاذة خديجة بنت عبد الله.